بخيلك يا رب صبرني. بعد ناقص شيء انت تجنني اخر الليل. هلا تنحت معك ديمبلي ابو راس مربع تبقى مع برشلونه وترفض تشيلسي من بعد كل هالمصادر العالميه يلي قالت خلص ديمبلي رايح على تشيلسي نجنن. انت ناوي تجنني ولا تجنني؟ الله يخرب بيتك، ما كنا قلنا مع بعض من كم يوم انت تلعب على اليمين وستيرلينج على اليسار واستر يا ستار يخرب. لا حول ولا قوة الا بالله. شو 37%؟ بس حدا يجي يفهمني 37 درجة حرارته ولا شو؟ لانه انا حرارتي صارت 40 بعرفش يحمل راسه بالمرة. ها ديمبل ستيرلينج الله يخرب بيته على بيته، اصلا عشان بدنا اياكم بالمرة. واحد قضيه مستشفيات والتاني ضارب بوز ورا وعم يمشي مثل البطة. بس حدا يفشل لي خلقي من تشيلسي ويجيب لي شي لاعب لانه هيدا فصل. الله يخرب بيتكم. مين هو اللي جبناه؟ دي بروين غلابة ولا دي بروين على دين؟ حتى اسمه بيتش. شو بيتش؟ اسمه شاطئ البحر. ان شاء الله موجه تطلع فوق راسكم. اخرب بيت الإدارة كلها على بعضها. انا مليت معاش بدي تابع في الضوء بالمرة. بس جيبوا لي لعبة الخلق رجعوني على التيك توك وعلى السوشيال ميديا كلها على بعضه.